ثم المهاجرون أفضل من الأنصار، ولهذا دائما يأتي ذكر المهاجرين قبل الأنصار في القرآن، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى أن قال والذين تبوأوا الدار، يعني الأنصار، فيأتي ذكر المهاجرين قبل الأنصار فهم أفضل، لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا لنصرة الله ورسوله وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، أثنى الله عليهم بالصدق، فهم يتفاضلون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.